basically, you know. مكة كولا من اسمها لقينا يعني إقبال وتشجيع كويس من الصاحبين السوبر ماركت والمستهلكين بالإضافة أنها إنتاج فرنسي مش أمريكي بالإضافة أنها جعلت 10% من ريعها لأطفال فلسطين وهذا إشي يعني علامة مميزة جدا أنه تيجي شركة أجنبية إنها تقدم من ريعها لأطفال فلسطين 10% بالإضافة 10% للأعمال الخيرية المحلية. اللي بياخذها وبيجربها بيرجع لها ثاني. اما اللي ماشي مجربها فصعب عليه انه هو يغامر ياخذ نوع ثاني لانه بيكون متعود على الكوكا كولا او متعود على الارسي او البيبسي فما بغيرش. يعني ماشي الحالة كويسة يعني في ظل غياب الكوكا كولا يعني حاليا مش متواجدة بالسوق بكميات كبيرة زي أول في إقبال على المكة كولا كويسة يعني أنتوا